هنشوف بقى، يلا بينا. أول فيديو؟ أول فيديو. أول فيديو. أنا هموت وأعرف جابوا منين قصة الحنير دي. القصة من أولها لآخرها خيول في الخيول. جابوا منين الحمير؟ ده كل المواقع قالت حمير، حتى نائبة في البرلمان استنكرت كلامك. بصي، أنا قعدت أتفرج على الفيلم العربي اللي اتحصل على مدار أسبوع بتاع موضوع الخيول والحمير ده، وقعدت أتفرج عليه ومبتسم ومبسوط وسايب الدنيا تتفاعل، حتى ما رضيتش إن أنا أخش ولا أعقب ولا كذا إلا في الفترة دي لما سئلت عن الموضوع. والحقيقة في القصة بتاعت الحمير والخيول دي يا بسمة، هي كاشفة جدا للي بيحصل اليومين دول في حياتنا بصفة عامة. بمعنى إيه؟ واحد، إنه نحن في زمن السوشيال ميديا بامتياز. كلام بتاع زمان عن ان السوشيال ميديا ده تسليه وترفيه ومش عارف ايه، او ان هو واقع افتراضي الناس كل الكلام ده اصبح ماضي. الان نحن في زمن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هي اللي بتحرك، وهي اللي بتوجه، وهي اللي بتخبر، وهي كمان صاحبه الحقيقه المطلقه، واي حد بعد كده ما يفتحش بوق. طب ما تيجي نشوف الحقيقه المطلقه. يلا. افكرك كده يمكن تكون ناسي. يلا بينا. هو احنا ليه ما بناكلش لحم حصان؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ تمام، ما هو انت قايل اهو. ايوه حبيبتي، قايل ايه؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ صح. مش تامر امين يدعو المصريين لاكل الحمير؟ هي دي القصه اللي اختلفت راسا على عقب 360 درجه. القصة لا، انت قلت كل الكلام كله خيول في خيول. ايوه مظبوط، وجبت سيره الحمير، ادي قلت حمير. انا بقول لك القصه مبنيه على ان في جزار باكستاني اتقبض عليه في المنصوره في محافظه الدقهليه. انا عارفه القصه. تمام، بيبيع لحم بس خيول. توضيحك كان مختلف، قلت كان كلامك كله خيول في خيول. ما هو لو شفت الفيديو الاصلي، والفيديو اتمسح من على السوشيال ميديا. ما انا بقول لك ليه اتمسح. طيب، لا، دي قصه القناه وحقوق البث مش بتاعتي. لكن انا لانك كنت غلطان. ما انا بقول لك اهو، ايه الغلط في ان انت تعملي شغلك، في ان انت تفتحي تحقيق؟ الراجل هو بيتقبض عليه، التاجر الباكستاني، قال يا جماعه انا ببيع لحم خيول وحمير. لا بس انت كنت بتقولها بطريقه استنكاريه. استنكاريه يعني ايه؟ يعني انت بتدافع، يعني ليه ما ناكلش لحم حمير؟ لا مش حقيقي، مش حقيقي خالص. طب شغلها كده تاني نشوف الاحساس كان ايه. يلا بينا. هو احنا ليه ما بناكلش لحم حصان؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ ده استنكاري ولا استفهامي؟ استفهامي بدليل ان بعديها على طول قلت ايه بعدها. هو طيب، ده اللي انا بقوله لك، ان السوشيال ميديا بتاخذ ما تريد وتوجهه في السكه اللي هي عايزاه. بعديها بدقيقه انا جبت دكتور تغذيه علاجيه وقلت له يا فندم الكلام اللي قاله الجزار الباكستاني وبيتقبض عليه ده صح ولا لا؟ يعني اللي ياكل لحم حمير او لحم خيول بيحصل له عواقب غير صالح للاستخدام الادمي؟ الراجل قال لي لا، علميا مفيش مشكله. قلت له نمره 2، لازم نسال اهل الفقه ودار الافتاء يقولوا لنا لحوم الفصيله الكيليه حلال ولا حرام؟ كل الكلام استفهامي تحقيقي. القناه شالت الفيديو ليه تاني؟ لانهم شايفين انك غلطان. ربما بسبب، يعني انت ما سالتهمش شلتوا الفيديو ليه؟ سالتهم. قالوا لك ايه؟ الاجابه السوشيال ميديا. عشان كده انا قلت لك في البدايه. يعني ايه السوشيال ميديا؟ غول السوشيال ميديا. دي مش اجابه. يعني ايه مش اجابه؟ يعني هم خافوا من الهجوم. طبعا، بقول لك عليك بيحموك. بيحموني وبيحمي نفسهم. يبقى انت كنت غلطان برضو. انا من وجهه نظري، طب ما الهجوم كان عليك. طب انا بقول لك اهو، انا من وجهه نظري ما غلطتش، والدليل ان شاء الله الحمله اللي بعد رمضان لماذا لا ياكل المصريون الحشرات. بس لما نصبر شويه، دي بتاعتك انت. لا هنبداها الاسبوع. مستعد انت بقى؟ ما هي خدي بالك، اصل بصي، عشان نلعب لعبه السوشيال ميديا دي احنا ممكن نروح لابعد الحدود. لا بس مش انا ولا انت ولا جيلنا اللي يعمل كده. الله يفتح. الجيل اللي لسه عايز يعرف نفسه وعايز يعمل ترند. يعني ترند بالهبولي في البلالولي. بس لما يجي لك خبر يا بسمه في برنامجك التوك شو المتعلق بالراجل الباكستاني ده، ونكتشف ان في ناس كانت من عند احمد وحمير وحصانه كان بيبيعها، لازم تفتحي الموضوع وتقولي احنا ليه ما بناكلش الحكايه دي. طيب، وحلال لما ولا حرام؟ لما جالك خبر زيه من 7 سنين عوريك انت قلت ايه؟ هاتوا يا جماعه يلا الفيديو. هو انتوا بتحفظوا على الحمير؟ طب بالنسبه لاصحاب الحمير حصل معاهم ايه؟ يعني تم ضبط والتحفظ على الحمار، فين بقى الحمار اللي ذبح الحمار؟ ولا دول اخلوا سبيلهم؟ مش عارف، خبر ما قالش الحقيقه، بس واضح ان احنا عندنا
عندنا مشاكل في موضوع الذبح واللحوم وبتاعه، محتاجين رقابه اكتر. يعني من 6-7 سنين كان اللي ذبح الحمار حمار طبعا، ومحتاجين رقابه اكتر. انما دلوقتي ليه ما ناكلش لحم الحمير؟ عشان خدنا خلاص على ايه يا تامر بين الحقبتين دول؟ علشان انت تقبل انك تاكل لحم حمار؟ لا طبعا ما اقبلش، بس غالبا كلته. طب ليه عايز الناس تقبل؟ مين قال لك الجمله دي؟ جبتيها منين؟ من تفسير السؤال بتاع انت قلت ليه ما ناكلش لحم حمير؟ لماذا لا ياكل المصريون لحم الفيول والحمير؟ في فرق ما بين كله او لماذا لا ياكل المصريون؟ انت مصري يا تامر، لماذا لا تاكل لحم حمير؟ عشان حرام. بسألك اهو، عشان حرام. لما طلع دار الافتاء وقال لك منهي عنه، انا ما كنتش عارف المعلومه دي بالمناسبه، منهي عنه. يعني كانت معلومه غلط قلتها، اللي هي ايه؟ تراجع بقى فيها واعتذر ونخلص. على فكره انا مش هعتذر انت عارفه ان انا اكتر واحد بعتذر وفاكر الاعتذارات وبحترم الكتير. فيك ده، لكن لما تعملي شغلك انا مش مسؤول عن التاويل بتاعه. هو مسح الفيديو مش اعتذار؟ لا، مسح الفيديو اللي هي نشيل وجع الراس بسبب السوشيال ميديا. وفي حاجه بتروح ده كل المواقع الاجنبيه نشرت الموضوع، قنوات التيك توك والفيسبوك والسوشيال ميديا اتكلمت عنه، مفيش حاجه خلاص يعني بتروح. على فكره انا بقول لك، انا هو رغم احترامي لقرار القناه بس انا مسؤول عن كلامي، انا مسؤول عن كلامي. لماذا لا ناكل كذا ولماذا لا ناكل كذا؟ وعدين الراي العلمي والراي الشرعي، طالما انا بعمل شغلي اللي هو التحقيق اللي هو الانفستيجيشن، انا ماليش علاقه، انا بعمل شغلي صح.